لبنان عبارة عن لوحة من الفسيفساء المتنوعة الجميلة، لكن هذه اللوحة موجودة على الجدار العربي، فإذا كان هذا الجدار العربي متصدع وعنده مشاكل فمن الطبيعي أن تكون هاللوحة الفسيفسائية متصدعة أيضا. لذلك أزمتنا هي أزمة الجدار العربي والمحيط العربي، وقد يكون جزء من المسؤولية اللي تحملها سعد الحريري وعم نتحملها نحن هي أزمة النظام العربي ذاته، ولن تهدأ ما لم يستقر النظام العربي. على أي شكل يستقر؟ على مختلف المستويات، على مستوى الصراع العربي الإسرائيلي العرب بأزمة، وعلى مستوى النفوذ الإقليمي والتوازنات الإقليمية العرب بأزمة. بما أنه العرب بأزمة والنظام العربي الإقليمي كله تصدع، فمن الطبيعي أنه لبنان يعيش تصدعات، وتصدعات أحيانا عنيفة. الخطير واللبنانيين هون بتكون شطارتهم إذا عرفوا يحافظوا على بلدهم وعلى التوازنات ببلدهم في وسط هذه التصدعات الإقليمية والصراع الإقليمي الدولي، إيران أمريكا والمحيط الإقليمي كله متحرك، تركيا وإيران، حتى أثيوبيا صارت عم تأثر على المحيط العربي. أكيد. وبالتالي برجع بقول لك الأزمة مش أزمة سعد الحريري ولا أزمة السنة أو أزمة الطوائف، الأزمة أزمة لبنان. بس هل خروج سعد الحريري، حضرتك تقول في جزء منه شخصي، بس في جزء أساسي منه نعم. بطلب جاء هذا الخروج؟ ما بعرف إذا بطلب، بس الساحة اللبنانية بتعتبر العناصر اللي أدت إلى تعليق العمل السياسي للرئيس الحريري أكيد عناصر محلية شخصية وعربية. عربية مين؟ سعودي. واضح أنه الأزمة مع دول الخليج، الأزمة اللبنانية مع دول الخليج والصراع العربي بالمنطقة مؤثر على دول الخليج، وبالتالي مؤثر على اللبنانيين كلهم. ولما لم يستقر هذا الصراع على القليل يمكن بفيينا، إذا ما نوضع عناوين تفاهم سيبقى لبنان في حالة من لا استقرار. بس هل يعني تعليق عمل سعد الحريري بذات الوقت تعليق الوجود العربي المباشر بلبنان بالسياسة اللبنانية، نتحدث تحديدا عن المملكة العربية السعودية، ولا بالعكس هالمرة صحب سعد الحريري لكي تعود المملكة العربية السعودية ربما عبر وجه آخر؟ والله أنا ماني شايف أنه هذا التحليل دقيق. وجه آخر أنه انسحبوا بفوته، وجه آخر ماني شايفه دقيق. المملكة العربية السعودية عم تعيش صراع بالعالم العربي والإقليم كله، وعلى ضوء هذا الصراع ونتائجه يترتب كتير شغلات على لبنان وعلى غير لبنان. خلينا ما نحكي بالأشخاص، الموضوع يتجاوز الأشخاص، يتعلق بصيغة لبنان تماما وبتوازنه. المشكلة أنه لبنان اختل توازنه بالعلاقات الخارجية وبالسياسة الخارجية، واللي بيرجع شوي لورا بالتجارب دائما كانت السياسة الخارجية عندما تختل في لبنان تحدث أزمة كبيرة. من 58 حتى بالقرن السادس عشر والسابع عشر عندما كان الأمير بغير سياسته الخارجية كان يقع مذبحة بلبنان، واستمر هذا التوازن إلى القرن العشرين 58 75. كل التجارب اللي مرقنا فيها إلى علاقة بتوازن الداخل وارتباطه بالخارج. عندما تختل السياسة الخارجية بيختل التوازن الداخلي. يعني لا تؤيد من يقول اليوم بأنه عفوا بس بدي أعلق. الرئيس كميل شمعون عندما ذهب باتجاه حلف بغداد وقعت الأزمة 58 وهكذا. طيب اليوم تقول تؤيد من يقول مثلا بأنه السعودية انسحبت من لبنان أبدا. تركته للحضن الإيراني مثل ما عمين قال. هلا أنا ما بعتقد السعودية انسحبت من لبنان، بس أنا بشوف أنه بعض السياسات العربية في الفترة الراهنة ستؤدي إلى نتائج سلبية عليهم وعلى لبنان. أنا أخاف أن يكرر العرب تجربة لبنان ما فعلوه في العراق، وأصبح العراق خارج النفوذ العربي، مما استدعى محاولة وثانية وثالثة ولم تنجح حتى الآن. تخلى العرب عن العراق فسقط العراق في أيدي إيران أو غيرها، وأنا أخاف أن يكون التخلي عن لبنان مقدمة لكي يسقط لبنان في أيدي غير عربية وتصبح الاستعادة صعبة. أنا ما أقوله أو ما أراه، مطلوب من الإخوة العرب أن ينظروا إلى هذه الفسيفساء الدقيقة
التي تكون لبنان، فأي ضغط على هذه اللوحة يؤدي إلى تدميرها. أي ضغط من الداخل أو من الخارج، اختلال التوازن تبع هذه الفسيفساء يؤدي إلى تدميرها وذهابها. طب ما اليوم العرب يقولون بأننا نحاول عبر المبادرة التي حملها الوزير الخارجية الكويتي إلى لبنان، ورد اللبناني الذي جاء عليها عبر زيارة وزير الخارجية عبد الله أبو حبيب إلى الكويت، عم بيقولوا نحن حاولنا وهذه ربما هي المحاولة الأخيرة. إيه ربما. شو رح يكون؟ ما ننتظر النتائج النقاش العربي على ضوء النقاش الدولي. يعني أنا اللي بدي أقوله دائما تنظر عبر فيينا، يعني كل شيء عم تلاقيه دائما من بوابة فيينا. ليس هذا بالضبط، على سبيل المثال هذه الورقة أو أفكار العربية كما سماها الرئيس ميقاتي أتت بعد نقاش فرنسي أمريكي عربي، وهي أفكار عامة تطرح القضايا الرئيسية. الجواب اللبناني عليها أخذ بعين الاعتبار ما يمكن أن يتحمله لبنان، والرد العربي سيكون رد بعد نقاش إقليمي دولي عربي، لن يكون نقاش عربي لوحده. يعني بعض العرب سيناقشون مع الأمريكان، وبعض العرب سيناقشون مع الإيرانيين ومع الفرنسيين. نهار السبت كان هناك اتصال مطول بين الرئيس ماكرون وإبراهيم رئيس، وهناك نقاش دائر في الإقليم حول التوازنات جميعها، وبالتالي الرد العربي سيأتي بعد استكمال النقاش العربي والعربي الإقليمي والعربي الدولي. لا تؤيد من يقول بأن العرب يتجهون إلى إجراءات صارمة بحق ليس لبنان. بالضرورة ليس بالضرورة، ممكن تلاقي أنه ممكن. احتمال وارد أن تكون هناك إجراءات قاسية أو مواقف قاسية، بس ولكن ليس ذلك مؤكدا. ما في صدام يعني،